كابتن صالح عاش في المكان ده نص عمر. المكان ده كله مواقف نبيلة. عايز تعمل تمثال الرجولة زي اللي ورانا ده، هو تمثال الفروسية، هو تمثال الشهامة صالح. اقول ايه اكتر من كده؟ نص تاريخ الاهلي عاشوا الراجل ده هنا وعمله. كابتن صالح سليم بالنسبة لنا يعتبر رمز لكل شيء جميل، رمز للأناقة، رمز للزمن الجميل بكل شياكته، بكل أناقته، بكل مثالياته، بكل مبادئه. فطبعا بيقترن اسمه على طول بنتمثل الرجل المصري الجميل صاحب المبادئ العظيمة. يعني أنا بالصدفة مبارح كنت بتابع تعليقات في الفيسبوك، ففي واحد من أصحابنا كان مشير تعليق يعني خاص بموضوع الكابتن صالح سليم لما كان في لندن، واليوم اللي عرف فيه حقيقة مرضه. كابتن صالح سليم راجل كان شرف للنادي الأهلي، وإحنا طبعا إحنا كنا صغيرين وهو بيلعب فكنا بنحبه جدا. وبعدين كان راجل كابتن ولعيب وله شخصية، كان بيعرف يسيطر على الفريق بتاعه، والفريق بتاعه كان بيحبه وجمهوره كان بيحبه، فكان له وضعه في النادي. والحقيقة الفترة اللي كان موجود فيها سواء كان لعيب أو سواء كان رئيس مجلس الإدارة، إحنا كنا متشرفين بيه قوي. يعني اسمه شرف للنادي الأهلي لأنه هو إنسان تاريخه كله حلو، إنسان عنده أخلاق وعنده مبادئ وعمل حاجة للنادي الأهلي. طبعا كابتن صالح سليم ده يعتبر أساس النادي الأهلي، وإحنا لغاية دلوقتي طبعا عايشين على ذكرى الكابتن صالح سليم ونفس الإدارة اللي يعني كابتن محمود الخطيب. أهم مبادئه إن هو امتداد للكابتن صالح، والنادي ده يعتبر مقر ليه. كابتن صالح سليم كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي الله يرحمه، كان من الشخصيات المحترمة، هو وأخوه كابتن طارق سليم وأخوه الكبير عبد الوهاب سليم هم أحد الرموز الرئيسية في النادي الأهلي، اللي هم يعني صنعوا القيم والمبادئ والأصول، وكان من يعني من أهم حاجة من أهم المميزات اللي كانوا بيمتازوا بيها الشخصية الصارمة، القدوة، يعني هو كان يعني الوحيد اللي لقب بلقب الماسترو كابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم من الرموز الرياضة في الوطن العربي كله وليس النادي الأهلي فقط. وأقدر أقول إن صالح سليم هو اللي أرسى مبادئ النادي الأهلي اللي ما زال كل الأجيال بتتعاقب على هذه المبادئ. إن صالح سليم عمل قيمة لأنه كان قيمة وقامة. كابتن صالح كان مش مجرد لاعب كرة أو حاجة، ده القيادة الموهوبة اللي هي مش مخلوقة، دي قيادة طبيعية فطرية وشخصية نقية. كان الله يرحمه كان يتجن عليه ويقول لك راجل متكبر وما يهموش حد وبتاع، بالعكس كان خجولا لأقصى درجة، وكان معتز بنفسه مش متكبر. هناك فرق كبير ما بين الاعتزاز بالنفس والكبر والكبر. فهو إنسان على أرقى مستوى من الأخلاق، حبه للنادي الأهلي ليس له حدود، وهو بيته الأول مش بيته الثاني، لا هو بيته الأول. وكان عنده القدرة أنه يدافع عنه لآخر رمق.